عادي عموما. انا اخذت من مليون. بشكر مؤسسه اشكال الالوان على هاي التعامل فعلا، وبشكر كريستين طعمه ويوسف بزي. الحقيقه راح اغير عنوان اللي موجود كمان الورقه المرفقه الدعوه. انا راح اقرا اربع مقاطع كتبتها اثناء فتره وجودي في المانيا، هي اربعه اوهام انا ادعي باني تخلصت منها منذ خروجي من سوريا قبل حوالي سنتين وبقائي في المانيا. النص ليس طويلا، القراءه ممله عموما يعني، لكن راح احاول اقرا في ترجمه، راح احاول اقرا ببطء و بتمنى ما تكونوا من القلب. الوهم الاول وهم التفوق. بعد انهاء شهاده التعليم الثانوي والتي تسمى البكالوريا في سوريا، دخلت الى كليه الطب البشري. هنالك انفقت 5 سنوات فاشله من عمري في دراسه الطب، فاشله على صعيد التفوق الدراسي والاندماج العلمي وصوغ نفسيه سلوكيه تلائم البعد الاجتماعي لشخصيه الطبيب. في مرحله السنوات الثلاث الاولى حيث يتم تعليم اساسيات الطب، كنت اهرب دوما من الدروس العمليه في التشريح والكيمياء الحيويه، واشعر بالنعاس في كل المحاضرات النظريه، اذ ان عدد المحاضرات النظريه التي حضرتها في سنوات الفتره الدراسيه الخمس لم تتجاوز اصابع اليد. اما في مرحله الطب السريري فترددي على المشفى كان فقط الحضور الانساني، وذلك لما كانت تبعثه الامراض المستعصيه على العلاج في داخلي من كآبة نفسية وعدمية وجودية وشعور بالعبث واللاجئ. وبسبب الملل المستمر أثناء دراستي للكتب المتراكمة قبل الامتحان، ابتكرت هواية طريفة نحن نسمى اللمحات الشعرية في الكتب الطبية. وكانت ملاسمة كتابة هذا النص هو رؤية مسودة قديمة تحتوي على بعض الومضات الأدبية المستخرجة من الكتب العلمية. إنها شاعرية بالخطأ وغير مقصودة، إنه أدب بدون أدباء، وذلك أثناء الضبضبة ونقل كتبي من بيت صغير إلى بيت أكبر نسبيا في برلين. هذه ليست معلومات علمية تحتوي لمحات شعرية، إنها لمحات شعرية برأيي تحتوي معلومات علمية. رأيت على طرف الخضراء، رأيت على طرف الورقة الخضراء لمحات الآتية، تأثرت، تذكرت بأني كنت أقوم بجمعها، ولم أتحمل حقيقة أن أبقيها مجرد معلومات مجردة، فقام حماسي الشخصي بإجراء تدخلات بسيطة أتمنى أن لا تكون غليظة. هنا سأقوم بعرض اسم المادة كما هي موجودة في كلية الطب البشري، وأقوم بسرد اللمحة الشعرية المستخلصة منها. مادة الجراحة الصغرى تقول المعلومة: مسافة دخول الرصاصة ضمن المادة الحية هي عمق الجرح. مادة المناعة: في الأمراض المناعية الذاتية يقوم الجهاز المناعي في الجسم بمهاجمة أحد أعضاء الجسد نفسه، إذ يفقد الجسد قدرته على التعرف على أعضاء الذات. إنه خلل الهوية واشتباك الذات مع الذات. مادة الفيروسات: قوة فيروس الإيدز هي في صغر حجمه. التسلل الخفي إلى الجهاز المناعي حيث الدفاعات الجسدية البشرية لا ترى. إنه الفيروس الوحيد الذي يهزم الجميع من دون أي معركة. لا تشابه بين فيروسات الإيدز داخل الجسم. لكل امرئ في هذه الخليقة فيروسه الخاص الذي يمتلك صفات أمراضية خاصة به. خارج جسد الحي تتشابه كل فيروسات الإيدز، داخل جسد الحي لا فيروس إيدز يشبه الآخر. مرد هذه المفارقة هو أن داخل الجسد ثمة اتحاد اندماجي يحصل بين مورثات هذا الفيروس ومع مورثات الإنسان.
مورثات الفيروس الثابتة تندغم مع مورثات البشر المتحول. تحولنا واختلافنا يحرك الثابت في الفيروس ويحوله ويبدله ليبث في الفيروس روح فتك جديدة وأمراض فريدة احتراما لشفرة مورثات الضحية. لعنة البصمة وحقيقة الاختلاف واللا تماثل المطلق بين البشر، هذا هو الإيدز. مادة الوراثة. الخلية الجذعية هي كلية المقفلة التشكلية، في هيولاها الكثير من الفراغ والقليل من المواد الخلوية التخصصية المتميزة كخلايا الأجنة وخلايا بواكير الطفولة. ما هي الخلية الجذعية؟ تستطيع الخلية الجذعية أن تصبح أي خلية، من خلية عظمية إلى خلية عضلية إلى خلية قلبية. مع الزمن واستفحال الشيخوخة يزداد التمايز وتخف العمومية ويقل الفراغ وتزداد العناصر الخلوية التي تدفع الخلية باتجاه وظيفي تمايزي معين. والتمايز البشري الخلوي للأسف خطي باتجاه واحد، إذ لا عودة للوراء. فتستطيع الخلية الجذعية مثلا أن تصبح خلية عضلية، ولكن العكس غير صحيح. التخصص مقتل التجديد، والتمايز مسار العدم، والفراغ هو الذي يجعل الأمور معنا. فالفراغ هو الذي يجعل هذا المكان مثلا قابلا للسكنة والقراءة. الشيخوخة تهبة والطفولة فراغ. دوما في الجسد الحي آخر خلية لها شوق غريزي أصيل أن تعود إلى أول خلية. الطب النفسي. في الطب النفسي هنالك إرشادان دائما يقالان للطبيب. الإرشاد الأول، في مرحلة عودة المريض من حالة فقدان الذاكرة يتذكر أمورا غامضة، ولكن يجب على الطبيب أن ينتبه أن أحيانا بعض الأمور التي يدعي تذكرها لم تحصل له قط. الإرشاد الثاني، حذار من مريض الاكتئاب، إنه معدن ومقنع. يجب على الطبيب النفسي أن لا يتأثر بأسئلته التي تتحدث عن جدوى العمل وأهمية الفراغ وتمجيد الكسل وتقديس البطء وجماليات التحقيق. دوما يسأل مريض الاكتئاب نفسه من المكتئب المقبل. في الفيزيولوجيا العصبية، العين لا ترى الأشياء، الأشياء هي التي ترى العين، والدماغ يطابق ما ترسله الأشياء بما هو موجود في ذاكرته. مادة التشريح المرضي. في القبر شعر الإنسان هو آخر ما يتحلل، وخلايا الشبكية هي أول ما يتحلل، علما أن الشعر خلية بعيدة أصلا، وخلية الشبكية هي أكثر الخلايا حيوية. وأنا أطبق الكتب، كنت قد كتبت بقلم أحمر تحت آخر جملة، الرؤية هي أول ما يتلاشى. الوهم الثاني وهو الحرية. لا معنى للزمن في مكان معتم لا يسمح بدخول الضوء إليه، أو في مكان مضائم لا يسمح بدخول الألفة إليه. ما يجعل الوقت وقتا فعلا هو هذا التناوب الأزلي بين الليل والنهار، بين النور والعدم. الأسود الكالح الساكن أو الضوء الساطع المستمر هو تجميد للحظة كوجوه الناس في الصور الفوتوغرافية، هو انعدام للزمن تقريبا، وهذا ما يدعو إليه الوقت. في حالة انعدام التناوب يتحول الطبيعي الأصلي العادي في الجسم البشري إلى ابتكار مفاجئ. ما يرفضه جسمنا من خلايا ميتة فائضة يشكل بوصلة زمنية للساكنين في مكان في دور واحد. طول الأظافر وكثافة الذقن. أظافرك وذقنك ساعة أحدها، وأظافر وذقن آخر هي ساعتك. أنت وأظفره قصيرة، لست أنت وقد طالت أظفره قليلة، لست أنت وقد طالت أكثر، ليس هو وقد طالت أظفرك. تشعر بالزمن بتأثير عميق في أجسام الآخرين، التعب والتداعي والتقهقر والتراجع. مدروج زمنك هو اقتراب أجسادهم من العدم. الهندسة الكارهة رصفت غرف الزنازين بتساوي مطلق على حافتي الممر الضيق كاسطبل كبير مليء بالأحصنة. المكان مهندس في سجن اللذة، بحيث لا يسمح سوى بمرور شعاع ضوء متين
يلبسكم باب السجن الأساسي كان ميثاق الإشاع لفن الماء ومرور نسمة هواء عبر شق الباب. شعاع الشمس الآتي من الخارج يصطدم بعمود مسلم في الممر ليرتسم الظل على الحائط المنقبض. الظل هو سفيرة وحيدة وسفيرة الخليقة الوحيدة في الداخل، هو ممثل الخارج في الداخل، هو محاولة الفسيح للتسلل إلى المطلق، هو نطخة الحرية على جدار السجن. الظل يقف عدد لا نهائي من الأشكال يوميا حسب موقع الشمس في السماء، فكل سجين منا يراقب هذا الشكل المائع المتحول ليفسره كما يعتقد أو يرى أو يريد. الشكل على الحائط مثل بسطة ممددة غير محددة الحواس تماما كحلزون رش منه عليه للتو. ولأن الأشكال المتولدة من طباعات الغيوم ودخان السجائر ليست عبثا، فإن الأشكال الصادرة عن العمود المسنن ليست مصادفة أيضا، فما كلام دقيق يريد أحدهم إيصاله إليه هي لغة خاصة للخليقة، هي لسان الكون، كلام الكون. أصبح هذا الظل الكلي التشكل لاحقا ساعد الجميع. كيف؟ كل سجين يحفظ شكلا يتولد من الظل. يحصل هذا الشكل نتيجة تراكم موقع الشمس في السماء في لحظة معينة مع العمود المسنن. العمود ثابت والشمس هي التي تتحرك لتتولد الأشياء. خارج السجن الأرض تدور حول الشمس الثالثة. داخل السجن باستثناء كبير الشمس التي تدور حول عمود السجن الثالث. كل سجين يكتشف في الظل شكله الخاص. أحدهم يرى في الظل وجه طفل، سجين آخر يرى في الظل شكل بيت قديم، آخر يراه خنجرا مغوسا في تفاح. أما أنا فقد كان شكلي الخاص نهر يجري. الشكل يظهر مرة واحدة فقط في اليوم، وظهور الشكل مرتين عند صاحبه ماذا يعني؟ يعني أن يوما واحدا قد مر. لا تشعر بالنعاس والتعب إلا عند ظهور الشكل مرتين. لكل سجين شكل خاص به، أي يوم خاص به، أي ساعة خاصة به. أحد المهووسين بالظل القدامى في السجن صار يستطيع أن يحدد موقع الشمس في السماء عبر الأشكال المتغيرة للظل. الشعاع هو دخول الخارج للداخل، وظله هو نفاذ الداخل إلى الخارج. لمن حريته إذن؟ وهم الأمان. بعد أن نقلت سكني إلى بلدي كونت شبكة معقولة من العلاقات مع الأصدقاء الألماني. عموما نادر ما أستطيع أن أستمر ساعات طويلة في التسامر والخروج مع الأصدقاء، وذلك حقيقة لأسباب متعددة، منها عدم وجود مواضيع مشتركة كثيرة مع الشباب الألماني من جيلي، وضعف الاهتمام بالشأن العام والأوضاع السياسية من قبل شباب الغرب عموما. ملاحظة، هذا التوصيف وليس حكم قيمة على الإطلاق. في بلد مثل ألمانيا السياسة خيار وليست إجبار، ويقتصر الاهتمام بالشؤون السياسية على طلاب الجامعات في العلوم الإنسانية. يبدو أن السياسة تقل كلما ازداد الرفاه. في أحد الشتاءات تم الدعوة من قبل أحد الأصدقاء إلى أحد ديسكوهات الرقص العنيفة في حي كوينزبيرغ في برلين، حيث أقيم. وهو الحي الأكثر جذرية في نمط حياته، والذي يمتلك فعلا مقاومة اجتماعية حقيقية لنظام الرأسمالي العام في البلاد. وطبعا تصطدم ثقافة هذا المكان بالإيديولوجيا النسائية التحررية المعادية للنيوليبرالية الحديثة. ويتميز نمط الحياة هنا بحدة الوعي الذاتي البيئي، حيث أن غالبيتهم نباتيون، وبتقديس حركات الفيمينيزم والمثلية الجنسية والدفاع عن حقوق المهاجرين. كما يتميز حي كوينزبيرغ بانتشار أعداد هائلة من الفنانين والشيوخ المخدرات. كان الكلوب تحت الأرض ثلاثة طوابق: رقص جنوني عنيف، وإحياء للطقوس الغريبة، وأناس بأشكال مختلفة. إنه ما يسمى عالم الأندرجراوند، أو ما يسمى بالعربية عالم ما تحت الأرض. في الحقيقة لم أستطع أن أبقى في المكان أكثر من ربع ساعة، خرجت وأنا أدمع. تنص البداهة الهجلية على أن نسبة الأمان في أي مقطع زماني مكاني في التاريخ تعتمد بالدرجة الأولى على سمك واتساع الطبقة الوسطى، أي أن حاجة الطبقة الوسطى إلى الأمان هو شرط أساسي لوجودها واستمرارها. يقصد بالأمان هنا كافة أشياء، من الأمان الاقتصادي كما
مكاتب العمل التي تقدم مساعدة اجتماعية للعاطلين عن العمل ونظام الراتب التقاعدي والأمان الصحي كمؤسسات التأمين الصحي التي تؤمن الطبابة المجانية والأمان الأمني أي عمومية جهاز عنف الدولة وعدالته والأمان السياسي أي تحويل النزاعات إلى سياسة وليس السياسة إلى نزاعات كل أشكال لها. في المقطع الزمني المكاني الذي أنا بثقت منه لا أمان في المجتمع في سوريا نواجه الحقيقة بشكلها العاري المجرد القاسي لا وسيط بيننا وبينها نواجه المرض وحيدا نواجه عنف الدولة متروكين نواجه الفقر معزولين ونخاف من آرائنا لأنه لا وقت لفظية لنزاعاتنا بل هي مادية متروكة في الشارع ورغم أني أحارب الاقتباسات إلا أن الاقتباس الليبرالي هو مولد ومؤسس للفكرة التي أقوم بطرحها إذ يقول الشعور بالأمان يفقدك القدرة على التلمس وتحسس نصف الحقيقة ومنه فإن الأندرغراوند الغربي باعتقادي هو خداع طبقي عميق هو محاولة لتكسير شروط الأمان والاتفاف على ذلك الأمان الذي هو فيصل بين المواطن الغربي في الأندرغراوند والحقيقة العالية المجردة المحرمة ولكن يبقى هذا الاقتراب سياحيا ومزيفا وضعيفا هو اقتراب مبعد هو اقتراب لتثبيت شروط الابتعاد وهو اليأس المطبق والضجر المتعب من الأمان ما نعيشه فوق الأرض في سوريا يتم خلقه تحت الأرض أدمعت لأن الدولة الحديثة تشتق سياساتها بشكل من الأشكال من شروط حياة الطبقة الوسطى من أشكال حياة حيوات أفرادها من هاجس استمرار أمانها ويبدو والحال كذلك بأن شروط حياة الطبقة الوسطى في الغرب واستمرار أمانهم التاريخي يتغذى بشكل أساسي من لا أمان حيواتنا من استمرار بقائنا معزولين ومتروكين فهل رغبة هذا الأندرغراوند في الكسر السطحي لا فعال لشروط الأمان هي محاولة نرجسية لرؤية ما يصنعه الآخرين؟ هل هو مرور لئيم تقمص مؤقت لحيوات من يرفض حيواتهم وينفعل بقاءهم ويغذي استمرار وجودهم؟ لماذا تحاولون أن تأتوا إلينا؟ ألا ترون بأننا نأتي إليكم؟ الوهم الأخير هو وهم الاندماج. سأختصر مسألة ما يسمى بالاندماج السوريين في الغرب بالواقع الآتية التي اندلعت في أحد المقاهي في حي كوينزبرغ في برلين. كنت جالسا بقرب من طاولة يجلس على طرفيها لاجئان سوريين. كان الحديث يدور حول الصعوبات البيروقراطية التي تواجههما أثناء تسجيل الأوراق في مكتب البحث عن عمل وما يسمى بمكتب جوب سنتر وهو مكتب يقوم بتقديم مساعدة اجتماعية للعاطلين عن عمل مساعدة اجتماعية تكون مقبولة وكافية للعيش علما أن تمويل هذا المكتب يأتي بدرجة أولى من ضرائب المواطنين العاملين عن عمل أي أن العاملين يقومون بإعانة العاطلين عن عمل الشباب السوريين كمان يتفاعلوا سياسيا بسبب البطء البيروقراطي وتذمران من داخل الوطن. عندما قدمت نادلة المقهى العاملة وسألت الشابين السوريين بخصوص حساب رؤوس الشاب تدافع الشابين السوريين على دفع الحساب وتقاتلا من يدفع الحساب أولا. النص رح يكون موجود بالانترنت يعني رح يمشي عم تخيل يكون موجود دائما وبعد لك يا كمان بعد لك يا بس تفضل انت طبيبه؟ لا بحكي شو بدي اعمل طب نظري يعني والله انا يعني انا الان هي اللغه الالمانيه عموما يعني
عبلش حتى لا ادخل بالجامعه في برلين، راح ادرس شيء له علاقه بالثقافه، بيسموه بالالماني كولتورشافت، يعني الدراسات الثقافيه. فكانت فرصه لاقتل وهم الريم. في سوريا في حلم عام لكل العالم يدرسوا في كليه الطب البشري، لانه يبحثوا عن الامان الاقتصادي، لانه بشكل شكل من اشكال الحياه الكريمه، لكن في بدائل كثيره في مكان مثل برلين. لكن على الرغم من ذلك هي تجربة قاسية، لأنه بتشوف كيف الوحدة الأمنية التابعة للنظام الأساسي بتفكر وبتتصرف. التجربة علمتني كثير، علمتني إنه هي على الرغم من قصرها وأحيانا مضحكة عليها يعني، بس رغم ذلك أنا أثرت فيني كثير يعني. تعلمت إنه أولا ما بيسمى الإيديولوجيا أو الجملة النظرية يعني تصبح هي العنصر الوحيد الواحد يفكر فيها، هي أكبر مسخرة وأكبر خطأ كان موجود عندنا بالمنطقة العربية، لأنه بعالم السجن الصغير يعني بتمثل معك أهمية الصراع المادي، معناه كفيل على صراع المعاني والرموز. قادر في تنظيم القاعدة كان قاتلوا على زيتوني وحدة، هذا له معنى كبير، له علاقة بأن الصراع في درجات الأساسية المنطقة هو الصراع له علاقة بالسلطة والثروة والنفوذ والمكان والهيبة قبل ما يكون له علاقة بالمعاني والرموز والإيديولوجيا. فكان هذا بالنسبة لي يعني في وهذا كتبه ياسين حصان حتى في كلامه في خلاص الشباب انه هو يتحرر من سجن الإيديولوجيا. غير ذلك تجربة صعبة طبعا، شفت كيف عالم تقتل وكيف عالم تموت بسبب آراء سياسية وبسبب لا آراء، في ناس ما عندها آراء تموت، يعني في ناس ما عندها موقف من اللي يجري، مو انه كل الناس معارضين، في ناس ما عندها موقف ابدا وتقتل بسبب فقط الصدفه. مو كل الناس لازم يقتلون تحت السجون السوريه وناس معارضون، فقط ناس واحيانا فقط مسحوقين يعني، بس بدهم في شيء اسمه بحث عن لقمه العيش اليومي. هذا عدد اكثر كميه كبيره من الشعب السوري من هذا الوقت يبحثون عن لقمه العيش اليومي. هذول ماتوا يعني يموتون بالسجون لاسباب يعني تم اعتقالهم وهيك. اما ما حصل لي فهو غير مهم. مزبوط مزبوط سؤال بشكرك عليه. يمكن انا دائما بفكر بنفس الحقيقه السوريه، هلا اذا انا دائما بفكر تحت ظل وطأة الحدث السوري فانا راح يبين لي الاندر جراوند والغربيه، بس انا كتبته بصراحه شو شعرت. ممكن انا ممكن هذا الكلام يكون تبني وما له اي اساس من الصحه، لكن عم بقول لك انا شو شعرت. وبالنهايه يعني ما فيني انا انسلخ بشكل مطلق من الحقيقه التي تجري في سوريا حتى وانا في المانيا. طبعا القسم هذا الكتب وهم التفوق هذا هو كتاب انا بشتغل عليه وراح يعني اتعمق فيه اكثر، في امراض كثيره راح احكي عنها اكثر، وهو جزء من كان من دراستي بكليه الطب يعني. تفضل يا والله انا ما عندي فكره
يعني انا ولدت منفي، انا كردي، يعني في سوريا من ولد الكردي يولد منفي. علاقه غالبيه المركز السوري الايديولوجي العروبي حتى المديني مع الاكرى علاقه يعني اشبه باستشراقيه. فلذلك السنوات القليله فعلا اللي شعرت فيها انه ممكن يتشكل روابط حقيقيه مع السوريين الاخرين هي سنوات الثورة السورية. غير ذلك في كراهية كبيرة تجاه ما يسمى سوريا. لعام 2004 لما حصلت الأحداث في سوريا كانت الأحداث تريد انفصال الأكراد عن سوريا بالمعنى الحقيقي. لذلك فالمنفى أنا عندي تدرب ذاتي على المنفى واحد اثنين. فكرة المنفى بالنسبة لي فكرة معطلة، لأنه إذا بقيت تحت وضعة ما يسمى الحنين والمنفى وكذا وإلى آخره بتخيل أنا بالنسبة لي ممكن أن تكون، أنا باعتقادي ممكن أن تكون معطلة. أنا بهتم أكثر بالفعالية، يعني قديش بهذا المكان الجديد، مو اندماج ولا كذا اندماج أكثر، لكن كيف تكون فعال بالمكان الجديد؟ كيف ممكن تاخذ دور ما، دور ما على فكرة شو مكان؟ نعم. يعني أنت برأيك الكتابة بالألماني؟ هلا اكيد في صعوبة فعلا انا بعاني من هذا الشيء وشغلات اللي بحب فيها بيروت وبحكي احيانا عربي، بس على فكره في برلين كمان في عدد هائل صار من العرب السوريين. صحيح، ويمكن بعد سنوات رح يصير الالمان بدهم اندماج بالمجتمع العربي. تفضل. صحيح. صحيح. كنت عايز اسالك اذا كان في حقيقه سوريه في برلين دلوقتي، وهل انت حاسس ان انت جزء منها؟ والله لا اخفيك اني لحد الان مرتبط نفسيا بشكل كبير مع ما يجري في سوريا. وفعلا انا نازح بدرجة أساسية عقليا وفكريا ونفسيا تحت التغييرات، ولا هو كادر على هذا الشيء، ما عندي احتقار ولا في شيء شائع صار السوريين يعني يحتقرون ما يجري في سوريا ببعض المرات، لا انا لحد الان عندي اهتمام وتفصيل باليوميات اللي بتجري في سوريا وشو عم بيتم وكذا. انا بالنسبة لي ما يجري في سوريا ليس فقط أزمة تخص السوريين، هي أزمة من عدة نواحي لها علاقة بخلل من نظام الرأسمالي العالم الذي يحكم العالم الآن. هذا الخلل ظهر في روسيا، في سوريا عفوا، له علاقة بالمأزق العميق الذي يعانيه المفهوم النظري للدولة الحديثة. يعني شوف يعني القوانين المقيدة للاجئين هو عنف شكل أشكال عنف الدولة، شئنا ما بينها وعنف الدولة السورية وعنف الدولة، شوف سموا نفسهم دولة الإسلام. يعني هذا كمان تسمية خطيرة لتنظيم ايديولوجي يسمي نفسه دولة الإسلام. إذا فمفهوم النظري للدولة والحداثة الغربية فعلا هي في مأزق عميق، لأنه هذا الشكل النظري للدولة يسمح دائما لنخبة خاصة عسكرية أو عائلية أن تصعد من خلاله وتمارس العنف. طبعا المقامات الاجتماعية مختلفة، المقام الاجتماعي بأوروبا هي أقوى من المقام الاجتماعي بسوريا، لكن السؤال السوري هو سؤال عالمي. السؤال السوري يطرح إشكالية كبيرة له علاقة بالمأزق التي تعانيه الدولة الحديثة وبالتركز، هذا كلام ممكن يبدو يساري يعني بس بعتذر، بالتركز الثروي يتقل قليلا نعم. فهو هي أنا باعتقادي هو سؤال عالمي، يعني هيك أنا بهتم فيه فعلا. لأنه في سوريا يعني عندي رأي يعني حرية الجماعات ما بتأتي إنه دائما قضاياها تكون متشابهة. المشكلة أن تكون الشعب السوري في معنى دقيق بالمعنى الاصطلاحي يعني. الشعب يفترض وجود رابطة وطنية ويفترض وجود في سوريا في سكان عايشين بين بعضهم البعض. أنا باعتقادي مو سكان، هذا معنى نهائي علميا ومعنيا علميا وأكاديميا. الشعب السوري ما دقيقة. وجود شعب يفترض وجود رابطة وطنية عامة، الشعب ما بصير في لسان سوريا. طبعا الرهان الاجتماعي الكردي
موقع الأكراد الإقليمي وشبكة التحالفات الداخلية يجعل أحياناً إنه إرادتهم في التحرر القومي والوطني تختلف عن الإرادات العامة اللي في سوريا. يعني حتى ما في إرادة عامة لشعب سوريا، عندك إرادة حتى ضمن ما يسمى الطائفة السنية في إرادات متعددة. فبالتالي ما في إرادة سورية عامة وإرادة كردية بتترفع عنها. في إرادات متعددة في سوريا. الإرادة الكردية هي 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 جزء منها. اثنين في ضمن الكتلة الكردية طبعاً الأكراد متفقين على بعض القضايا العامة، بس مجتمع يعاني من تناقضات وصراعات طبقية وحزبية وإيديولوجية وإقليمية ومناطقية هائلة. فأنا بالنسبة لي شخصياً أنا بتمنى الأكراد يكون جزء من سوريا تحل القضية الكردية العامة كجزء من القضية الوطنية العامة في البلاد، لكن هذا الكلام غير صحيح. سوريا الآن هي ملعب غني، وعندك تيارين ايديولوجيين كرديين كبار اللي هو حزب البرزاني وحزب العمال الكردستاني، وهدول التيارين لهم ممثلين كبير على الأرض الكردية السورية. بالتالي الحديث عن تماثل مطلق بين إرادة كردية سورية وعفوا إرادة الأكراد وإرادة السوريين هذا غير دقيق. حتى مفهوم المواطنة على فكرة هناك دقيقة في الايديولوجيات بسوريا تفقد تشوه عميق لها علاقه بانتماءات الاهليه. يعني مثلا غالبيه العلمانيين، للاسف غالبيه العلمانيين هم الاقليات، والعلمانيه في سوريا هو مثل رد فعل اقلوي على دين الاكثريه، وغالبيه الديمقراطيين هم من السنه، بمعنى انه السنه ايضا لانهم يعرفون انهم كتله عدديه ثابته، وبالتالي يعرفون انه عن طريق صناديق الاقتراع راح يصلوا الى السلطه. والآن غالبية العرب يدعون المواطنة وغالبية الأكراد يدعون اللامركزية. هذا الصراع يبدو صراع بين أفكار وإيديولوجيات وكذا وكذا، في العموم صراع بين جماعات أولية. فالأكراد عندهم حساسية بالمفهوم المواطني الذي يطرحه العرب، لأنه قدرة العربي على صياغة هذا المفهوم، العربي يريد مفهوم مواطني هو وراءه هو الكردي أمامه. يعني الكردي يريد أن يكون خلف صياغة المفهوم الوطني وليس أمامه، مو متساوي أمام الدولة، لا خلف الدولة موجود. وهي إشكالية كثير من المثقفين السوريين اللي يعني يفوتوا بالشارع الكردي، يريدون أكراد، يعني يريدونهم حقوق ثقافية في الأطراف وفي المركز يريدونهم سوريين، في دمشق يريدونهم سوريين، في حين الأكراد يريدون العكس. يريدون في أطرافه في مناطق التي استقلالية سياسية لا مركزية سياسية، وفي المركز خلي يفتحوا مدارس ومحلات لغة. وهي إشكالية كبيرة، كيف تبني دولة سورية ما يسمى الدولة السورية بالمقابل تراعي هي الذاتية السياسية الكردية؟ هي إشكالية عميقة حتى الآن. حتى ورقة الجمهورية لم باعتقادي ما قدرت يعني تعالج هي الإشكالية بشكل عميق. تفضل. كان عندي سؤال على اللغة في الوهم الأولاني. كنت عاوز أسألك، أنت شايف اللغة بتاعت الكتب العلمية اللي هي المفترض إن هي لغة نيوترال تماما ومفترض لغة جافة ولغة علمية، لكن أنت بتشوف ده حاجة ليها علاقة خاصة بمناهج الطب السوري يعني، ولا دي حاجة ليها علاقة بإيه؟ اللغة العربية في التعامل مع العلم، هل يكون في نفس؟ هذا هو باعتقادي في ضمن اللغة العربية عفوا. طب أقول لك حاجة تانية؟ اتفضل. طبعا الحاجة التانية هي فكرة السياق، يعني إنه لو أنا اقتطعت حاجات من المقاطع في مواد الطب خدتها من السياق ده وحطيتها في كتاب وقلت إنه ده ديوان شعري فممكن أتعامل معاه في المنطقيات، فأنت بتشوف إزاي فكرة السياق بتبقى فرقة في التعامل مع اللغة، وإيه أنت تصورك عن اللغة بتاعة الكتب العلمية سواء في سوريا أو صحيح. بقول أنا مش كان عندي سؤال. أنا باعتقادي إنه يعني باعتبار في دائما باللغة العربية لأنه لغة لذيذة جدا، يعني هي لغة مهجوسة باللذة، هي لغة كمان هي تكون لغة دقيقة يعني ما نكرام خط ولا جوهري، لكن على العموم هي لغة مهجوسة باللذة أكثر من انشغالها بالدقة، وهذا ما يؤدي إنه
بعض كثير حتى لما يتم يعني هذا الطب كله مترجم. فبالتالي وفي مترجم يصير من تأليف. فبالتالي كثير معلومات وهذا بيعتمد حتى على حس القارئ. أنا هو اللي وعلى فكرة في من اللي دخلت فيهم أنا قلت مو كلهم هيك معلومات مجردة في منهم أنا غيرته ولكن الموجود فيها يكونها معلومات علمية دقيقة ولكن كان في طبيب أنا اسمه أحمد عثمان وكان هو مهتم بالشعر العربي كان يكتب محاضرات طبية كأنه يكتب بس أدبي فبتخيل في شيء مجاز يعني في شيء نزاع حول المجاز والبلاغة في اللغة العربية بخليه مفتوح على التأويل والقراءات المتعددة. اثنين والله ما بعرف انا الان عم جرب يعني لساتني الان في مرحلة الكتابة هل يا ترى راح يكون هاي التجربة ممكن انه هاي المقاطع العلمية ممكن انه يكون لها بعد ادبي ما انا قرأت لكم بعضها بس انا لساتني عم جرب هل ستصبح كتاب شعري او كتاب شعري؟ خليني اسميه نصوص، في نصوص ما يعني بس ما هو اكيد كتاب شعري. فما بعرف فعلا يعني اذا قطعت بسياقة او حطيت بسياق ثاني كيف بدك تتعامل معها؟ انا بشوف فيها وبتذوق فيها معنى ادبي وحتى انساني ما يعني، يعني مثلا سيري بيوس ايدز انا بشوفها يعني تختصر سنه كثير كبيره يعني الواقع. هلا ما عم بسمع كثير لايف ستريم كثير كثير كريتيكال يا ريت تحكي اكثر عن الاندماج لانه انت قالت انت ضد الاندماج فهل انت يعني مثلا بتتخيل انه الواحد بعيش بشكل مثلا جماعات فيك تحكي ما قلت هيك انا ضد الوصفات الغربيه الجاهزه ضد الوصفات الغربية اللي تتعامل مع الجماعات كأنها فقط مكونات ثقافية وتحاول جذبها ثقافيا حتى تدخلها إلى مدى المجتمع هذا فقط أنا هذا الاندماج أنا ضده أما تعلم المغتربين اللغة ودخولهم في الجامعات ويتعلموا هذا أنا أفعله يعني بس أنا في مركزية ثقافية أوروبية أنا متخيل هي الأساسية ولا فكرة الإمارة ما في شيء واللي عم يتم الآن بأوروبا وعم يشهدوا في سوريا أيضا يعني جزء كبير من الأوروبا اللي عم يجول عنا على أراضينا الجميلة له علاقة أيضا بفشل سياسة الاندماج داخلها أنا بشوف سياسة الاندماج بالوصفة الأوروبية المعتدلة فيها كثير من السلطة فيها كثير من الاستقلال الثقافي فيها الكثير من عدم الدراية بالتفاعلات الداخلية اللي بتتم داخل الجماعة بين نفسها بين بعضها فلذلك بهذا الشكل سياسي او يصبح يعني مدخل لفهم اي شيء معك انا بالتاكيد معك يعني هلا وهم يعني
يعني الاعتقاد بالدولة الإسلامية أنا اعتقادي له علاقة بغربة يعني بغربة الجماعات في بلادنا على بعضها البعض في ضعف الاطلاع على الإسلام. في تعامل كثير سطحي واستعلائي بالتعامل مع الإسلام واختصاره بألفاظ مثل الظلامية والتكفير والإرهاب. الإرهاب طبعاً كلمة من أسوأ الكلمات اللي ممكن الواحد يستخدمها يعني. وغير ذلك من هاي الألفاظ العنفية اللي لا تفيد فهم شيء. لكن الاطلاع على تفاصيل العالم الإسلامي الداخلي وأنت مطلع بكل سجين وتعرف الإسلاميين كيف بتشكل، هو عالم هائل، هو عالم في مراتب علمية، هو عالم في طبقات، هو عالم في علوم فقهية مجهلة، هو عالم في علوم لغة، في لسانيات. فوجود دولة الإسلام وإيديولوجيتها هو تمثل لهذا الصراع الذي يعيشه العالم الإسلامي الذي نحن في خارجه ونستعني عليه وما لنا ما لنا اطلاع عليه. يعني افضل يعني في بعض المحاولات جرت انه يتم يعني التفكير داخل الايديولوجيا الاسلاميه، بس على العموم مقاربات الاسلام كلها من الخارج باعتقادي لا تغير شيء ولا يتم التنبيه. انه انا باعتقادي يعني في راي ما انه في تيارات ايديولوجيه لها قاعدة جماهيرية كبيرة، وفي تيارات ايديولوجية لها قاعدة جماهيرية صغيرة. التيارات الايديولوجية اللي لها قاعدة جماهيرية صغيرة مثلنا يعني احنا فرد معاصر، نحن لا نشكل شيء في المجتمع. اما التيارات الايديولوجية اللي لها قاعدة جماهيرية كبيرة مثل خيو تنظيم الخامنئي مثلا، انا باعتقادي التغيرات الصغيرة بالتيارات الايديولوجية الكبيرة اهم بكثير من التغيرات الكبيره بالتيارات الايديولوجيه الصغيره. يعني ان يقوم الخامنئي او اسامه بن لادن او اي شيخ ما بتغيير نظرته تجاه المراه هو وقت، يعني هذا ما له موقف، بس انه ان يقوم بتغيير نظرته بقدر 2% تجاه المراه هو واقعيا وعلى ارض الواقع فعاليته اكثر بكثير. لو قام الحزب التروتسكي اللبناني بمراجعة كل الطبقات النظرية وعقد 7 مؤتمرات تأسيسية وانتخب قيادة وكل شيء، يعني قام بتغيير جذري. فباعتقادي المشتغلين بالشكل الثقافي وخصوصا المشتغلين بالإسلاميات لازم يشتغلوا، باعتقادي لازم كمان أكاديمية يحاولوا يشتغلوا على التغيرات الصغيرة بالتيارات الإيديولوجية الكبيرة لأنها هي بتأسس للتراكم. أما النقد الاستعلائي من فوق هذا ما راح يؤدي إلى تصلب وتكتل وازدياد يعني كثافة التجمع الإسلامي. نعم فتنة الإسلام كارثة. خلاص ما يلا يا جماعة.